السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. كان التواجد في مدينة تطوان مدينة زوينة ونقية، بالضبط في جبل بوعنان، بينو بين المحطة واحد 2 كيلومتر قريب، ما بعيدش بزاف، وكتفوت واد المحنش وغادي للجبل. داكشي زوين، الطبيعة والمناظر، راه كلشي كتشوفو. خليكم مع الفيديو. Mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today.